طبعا ما حقدر امسك نفسي الا اعلق على برنامج بيوت هلاليه. سعودي ما قادر يتكلم طبعا. سعودي الوقت ذاك يا دوب كان يعني كذا شاب صغيروني وايوه كان صغير يا شاكر خلاص لا حاليا بقى مخضرم يا جماعه يعني مش كبير. لكن سعودي خلينا نتكلم على البرنامج ده نفسه. يعني فكرته كانت جميله جدا ويعني واحد من البرامج اللي وثقت لشخصيات ورموز هلالية عندها كان بصمة كبيرة جدا وواضحة. صحيح. في مشوار نادي الهلال وانت كنت يعني من ضمن النجاح لهذا البرنامج. صحيح. انا كنت محظوظ جدا يا معزة بانه كان اول برنامج انا اقدمه عبر قناة الهلال هو برنامج بيوت هلالية. وحقيقة عشان ما ننقص او يعني نحرم زول من حقه، التحية لمنتج هذا البرنامج الأستاذ أمير السيد، يعني قدم ما قدم. وصراحة يعني إحنا لما نجي ويدونا تاريخ لنادي الهلال بهذا الشكل، كان تاريخ كبير وكان تاريخ عريق جدا إحنا أخذناه، وهو توارث بتاع أجيال. فبرنامج بيوت هلالية أنا كنت محظوظ جدا بتقديمه، أضاف لي ذخيرة كبيرة جدا. الليلة حيعود يعني ولا ما حيعود؟ والله يا أخي إحنا نتمنى إنه يعود يعني. نعم. طبعا لأنه برنامج مهم كبيرة جدا بالمناسبة، لأنه من خلاله الناس تعرفت على عدد كبير جدا من رموز الهلال، هم ممكن يشوفوهم خلال الجرائد أو حتى من خلال يعني شاشة القناة. لكن ده يعني واحد من البرامج يتمنى إنه يعود عشان يعني يكون في توثيق والناس تتعرف على القرب على كل إداري مرة على صحيح. على نادي برضو الهلال. يا معزة عشان ما أنسى يعني إنسان مهم جدا وصاحب حركة دؤوبة جدا كان في هذا البرنامج، المخرج محمد الحسن السيد. يا سلام. إحنا قاعدين نستنى الجليل عنده. نعم. كلمة المعروفة أشكرك، وإحنا والله بنشكرك جدا. نعم. على هذا الحضور الكبير. طبعا يا معزة من بيوت هلالية وتوثيق وشخصيات مهمة جدا، خلينا نمشي برضو للاستوديو. نعم. واحدة من الشخصيات أيضا المهمة جدا اللي معروفة عبر الروابط الهلالية، قدمت ما قدمت في الهلال من كلمات وقدمت ما قدمت من جمل مهمة جدا. انت ما بعيدة مننا، زولة زميلة وزولة بيت البيت، الإعلامية والشاعرة نضال. أنا والله سعيد جدا بوجودك ونقول لك كل سنة وانت طيبة. وأنا سعيدة جدا إن الليلة محظوظة يعني أكون معاكم وأنا بحتفل بالعيد الرابع لقناة الهلال. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكل الجماهير الهلال بخير وصحة. خص التحية للأستاذة فاطمة الصادق، ولا كل سنة وانتم طيبة. وتحية خاصة جدا للدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال، هو مؤسس قناة الهلال الرياضية. مرحبا بك يا نضال، اكيد احنا سعيدين بوجودك اليوم معانا في الاستوديو. وانت يعني بيت البيت وبيت الهلال بكلماتك الجميله اللي دائما انت بتصوغيها في الازرق. لكن انا عايزه ابدا معك من القناه نفسها وانطلاق اول قناه تحمل اسم الهلال وتوثق وتبث يعني برامج للهلال وكل ما يخص هذا الازرق العملاق. أتكلم عن وقعها كان عندكم، خصوصا أنت زولة إعلامية أكيد في الأول وشاعرة تكتب في الأزرق. الفكرة كانت مميزة جدا إنه هي قناة رياضية مختصة بنادي. الفكرة كانت شوية غريبة وكانت متابعة جدا في البداية إنه هي حد يعني القناة حتقوم ولا ما حتقوم كده. فعلا يعني كانت تحدي. أيوة كانت تحدي والإنجاز للدكتور أشرف. وفعلا يعني كانت قامت القناة، وبعد ذاك بقت يعني كان في الأول كان متابعينا الجمهور الرياضي فقط يعني لحد ما يعني تحولت هسي في الفترة الأخيرة. نعم. أستاذ نضال يعني نمشي من نقطة الجمهور الرياضي. قناة الهلال كانت موجهة بشكل كبير للجمهور الرياضي، لكن الأذواق تختلف والرغبات تختلف. يعني أصبحت قناة الهلال هي قالب لكل من بيحاول إنه هو يتفرج، أي زول عنده رغبة في إنه يتفرج القوالب الرياضية السياسية الثقافية. القوالب النسائية أنا عايز أقف في الحتة دي. يعني قناة الهلال قدمت أيضا برامج نسائية للمكياج وللصحة وللمرأة، وفي البداية يمكن وجدت بعض الانتقاد من الجمهور الرياضي، لكن بعد ذاك الستات الهلالابيات فصوتهم طغى وحضورهم طغى وأصبحت برامج موجودة. فرأيك شنو في الحتة دي؟ كل البرامج كانت جميلة وكانت هادفة، كلها عندها محتوى وكلها قدمت يعني كانت فكرة مختلفة. هي طبعا يعني أيوة لأنه نحن هنا أصلاً أنا ما بقول للجمهور بس، يعني حتى نحن الطابع بتاعنا في المجتمع كله طابع ذكوري فقط. فأكيد لما أنت تيجي بفكرة نسائية حتكون منتقدة. هل أنصفنا المرأة؟
والله الى حد ما ايوه. رايك شنو يا معزه؟ طبعا يعني انا بقول احنا انصفنا المراه لكن حاليا او خلينا في رمضان قدمنا برنامج ستاتي خالص كان بيخص المراه بقضاياها بمشاكلها، وحقول للجمهور انه احنا راجعين ستاتي خالص حيتواصل ان شاء الله بحلقات مثيره جدا ومهمه هم المراه السودانيه، خليكم منتظرين. أوه. اكيد انتظروا معزه. نعم. اكيد. واحد طبعا من البرامج كان جميل جدا، برامج ستاته كان هادف وكان عنده رساله، يعني كان برنامج اجتماعي يعني عالي كثير من القضايا الاجتماعيه اللي كانت موجوده فعلا يعني في المجتمع. جميل. انا كنت متابعه جدا اللي يعني طبعا ما شكر في وشه نبذوه، لكن والله معزه انا واحد من الناس اللي يعني حتى ولو انت انه يعني صغير في المجال وخبرتي لسه بسيطة، لكن يعني أشدت جدا في هذا البرنامج اللي حققت من خلاله مبتغى كبير جدا. شكرا. أكيد تحية للتيم العامل اللي كان في وراء ستاتي خالص، وإن شاء الله يعني الناس تقدر من خلال القناة تقدم كل خدمة هي يحتاج لها المجتمع السوداني بصورة عامة. خلينا نتكلم يعني نضال عن القناة، إن هي ما وقفت زي ما قلنا في المجال الرياضي فقط، لكن تقييم يعني كإعلامية أنت ما تقدم قناة الهلال حاليا، الناس بتقول والله هي دخلت أي بيت، وكل بيت بقى لازم يوميا يكون يشاهد برنامج أو اثنين من برامج قناة الهلال، ده لو ما كان اليوم كله، ده في حد ذاته خلينا نقول ده نجاح، ولا هل فعلا بتبقى المسؤولية أكبر لأنه نحن خلاص بقينا مشاهدين بنسبة مخيفة جدا؟ طبعا نجاح، لكن زي ما قلت الوصول للغمة سهل جدا، لكن كيف بعد ذاك المحافظة على المستوى أو أنك أنت تجي بجديد أو أفضل من أنت قدمته. أنا غايته ببدأ يومي بقناة الهلال، يعني أنا كل يوم بحضر برنامج الموجة الأزرق الصباح، وبعد ذاك ما قاعد اتصل عليكم، اغلب الوقت بيكون التلفون مشغول ما بلقى حظ يعني. وبرضه حريص على انه انا احضر في حضره المساء، ومن خلال اليوم بدير طوال المؤشر الريموت يعني طوالي على القناه، ف بتلقى فيها الجديد وبتلقى فيها المفيد وبتلقى فيها يعني الحاجات اللي بجد بتشبع رغبات الجمهور يعني حقيقه. نعم. طيب دي شهاده كبيره جدا استاذه نضال، يعني انت زوله ما بعيده زي ما قدمنا وزوله اعلاميه، وانا هاخد اخر كلام قلتيه انه صعب انك تكون في القمه، الوصول للقمه سهل لكن المحافظه عليها صعب. يعني من بدايه البرمجه احنا الليله ما تكلمنا عن بعض السلبيات، برؤيه اعلاميه ماذا ينقص قناه الهلال للمحافظه على عرش القمه الذي تحتليه الان؟ برامج الاطفال. برامج اطفال. ايوه. طيب استاذه فاطمه بتكون سامعانا. استاذه فاطمه سامعه هي طبعا شريحه بتقول لك ناقصين انه عندي القناه يكون فيها برنامج اطفال. برنامج اطفال اتمنى انه فعلا يكون ضمن البرمجه الجديده. وبمناسبه ده ما الصوت الاول، انا قبل كده في برضه شخص نبهني لانه قناه الهلال بالزخم الاعلامي الكبير والبرامج الضخمه ليه ما فيها برنامج متخصص للاطفال؟ صحيح. نعم. هي يعني كل انواع البرامج حاليا متواجده، يعني البرامج الرياضيه، برامج المنوعات، البرامج الثقافيه، البرامج الفنيه، البرامج الاجتماعيه. برامج الاطفال دي هي مشكله في كل القنوات السودانيه، يعني دي حقيقه شريحه مهمشه جدا، ف يعني ان شاء الله تلقى حظها عندكم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. استاذه نضال، البرامج المنوعه، البرامج او المساحات للشعراء وللفنانين وما الى ذلك، البعض كان بيتحدث عن انه والله يا قناة الهلال اضغط على الرياضة وما اتاحت فرصة للشعراء، لكن في الاونة الاخيرة وجدنا انه في تواجد كبير من خلال برنامج حضرة المساء والسهرات وما الى ذلك. انتم كشعراء هل انتم راضين عن الظهور لوجوه عديدة وشعراء عديدين في قناة الهلال الفضائية؟ اكيد كل الرضا طبعا. يعني حتى في الفترة الاخيرة برنامج في حضرة المساء ده بقى فيه يعني وجود كثير لشعراء، ولازم يكون في فقره فيها شاعر يعني اكيد خلال اسبوع، يعني مسيره بتاعت شعراء شاعرين ثلاثه بيتعرض من خلال البرنامج. ومش كده يعني هو اصبح منافس، انا ما ادري اقول قناة النيل الازرق هي يعني القناه الاولى، لكن يعني انا مرات بفتح مساء جديد وبجي افتح في حضره بلقى نفسي انجذبت لانه انا احضر. السلام التحيه للزملاء في قناه النيل الازرق. شكرا لك. يعني وحنسمع شنو؟ حنسمع قصيدة أو أغنية أنا كان كتبتها قبل فترة، كلماتي وألحاني وغنتها أمل جبرة. القصيدة هي فيها شيء من الهلال وفيها شيء للدكتور أشرف صباح الخير. أنا ما حافظة معلش حقرا من الورق. تفضل. بتقول نادي الهلال سيد البلد
نادي المبادئ والقيم، نادي المبادئ والقيم في شامخ شموخ جبل الأشم، كاسب رهان كل الفرق أفريقيا عرفت قيمته كم، وأشرف رئيس نادي الهلال هم الفريق بيهم مهم، راكز بيسر في الأمور عارفين إنه قدرك يا لاصم، راجنه إنجازا قريب ضمضنا ليه جرح السغم، سويت واستاد الفريق جوهرت وبانط في الظلم، وسويت نصر عشقك هدف ودفعت ماله بلا ندم، وما أظن يشوف نصرك حقود ما دام هو نفسه بلا جمال، إحساس مشجع في المصاطي بفراحه في نصر الهلال، الليلة أفراحه الكؤوس وفريغي لي ذهبك ينال، ما تهتمنا هتافنا ليك ووراك نحن هلال هلال، ما تهتم نحن هتافنا ليك ووراك نحن هلال هلال، كردنا كردنا كاردينال يا كاردينال، كاردينال يا كاردينال الجسارة والمال. يا سلام يا سلام، شكرا يا سلام. لك يا نضال وتحية. أيوة شكرا لك أكيد، وتحية يعني دكتور أشرف الكاردينال، وهو خلينا نقول يعني بصمة واضحة جدا في هذه القناة وفي الجوهرة الزرقاء وفي عديد المنشآت الهلالية اللي أكيد حتكون هي حيخلد التاريخ وحتكون واحدة من المحطات المهمة في مسيرة الهلال، هذه القناة والجوهرة الزرقاء، وتاريخ لا ينسى ولا يمحى بالتأكيد. نضال، كلمة في حق إدارة الهلال، وخلينا نقول في حق الإدارة للقناة وكذلك للإنجازات اللي أنجزتها في الفترة الماضية. والله يعني نحن مهما نقول ونتكلم يعني ما حنكفي يعني ما حنعبر، يعني أنا ما قادر أقول لك شنو، لكن يعني الفترة الأخيرة القناة كانت بالمستوى المطلوب، وإن شاء الله يعني لقدام يعني تظل بمستوى ده. فقول أستاذ فاطمة شكرا جزيلا للمجهود الكبير اللي أنت بتبذليه، وإحنا عارفين يعني الإشراف العام للقناة عامل كيف، والشكر خاص للمنتجين، يعني مع المنتجين دي المظلومين ظلم شديد، يعني هم اللي عليهم ايوه بتاع الفكره وبتاع الاعداد وبتاع الترتيب بتاع البرنامج كله بيكون على راسهم، فما عارفه اقول شنو، لكن والله انا سعيده جدا الليله وكلت الشاي برا، طبعا احتفال بالعيد ده دليل على انه في نجاح يعني حقيقي. يا سلام يا سلام، ان شاء الله بس بناتنا يدهم طعم اكيد طبعا. معزه دي ما اشتغلت الشاي والشطه عبير وشراغه والداليا، كل الكاست موجود برا، هم شغالين طبعا ما شاء الله. صحيح. اليوم القناة كل احباء قناة الهلال هم موجودين وبيشاركونا هذا الاحتفال الكبير، وإحنا أكيد سعداء بوجودهم بيننا لأنه دايماً بيغذرونا زي ما بيقولوا في كل احتفالات أكيد قناة الهلال. أكيد دايماً قناة الهلال هي يعني بالنجاح بتشارك كل الشخصيات اللي كانت مرافقة لها طيلة السنوات، وإن شاء الله أعوام كثيرة ومديدة. إحنا نشكرك جزيلاً جزيلاً الأستاذة نضال عثمان الشاعرة والإعلامية وبت البيت والبت الهلالية، وإن شاء الله دايماً نلتقي في مساحات أخرى، وكل سنة وانت طيبة مرة. والله أنا شاكرة لكم جدا، وكل سنة وانتوا طيبين، وإن شاء الله الشمعة المية أو الألف، وكلنا يعني محتفل معاكم، وأنا حقول جينا نهني مبارك العيد، عام جديد وعمر مديد، وعقبال تطفو الشمعة المية، عيد عليكم سعيد وبخير إن شاء الله. شكرا لك يا نضال، إن شاء الله أنتوا دائما موجودين معنا، شكرا كثير لك، نورتينا أكيد سعودي. إحنا حنواصل أكيد في استقبال أحباء الهلال بالتأكيد، واستقبالهم أكيد واحتفاءاتهم بالنجاح الكبير خلال 4 سنوات من عمر قناة الهلال. حنواصل معاكم أكيد بعد الفاصل، حنرجع من جديد.